اول عينه في البون هتيجي اسم العظمه ايه وحته وجزء منها. العظمه دي عظمه الفيمر بتاعت الثاي، يتعلم يا هيد يا نك يا شافت. اجين هيد نك شافت. العظمه دي اسمها فيمر. دي عظمه الهيومرس، والعظمه دي هي اللي هتعمل لي الارم بتاعي. عظمه الهيومرس عباره عن هيد، نفس الكلام كده من قدام هيد، وفيها بروزين. البروز الصغير ده لسا تيبرستي، والكبير الضخم ده جريتر تيبرستي، وده الشافت بتاع العظمه. دي عظمه الحوض اللي هي هيب بون. عظمه الحوض مهمه جدا لازم نعرفها. عظمه الهيب بون عباره عن ثلاث اجزاء. الجزء الكبير اللي لوحده من فوق ده اسمه ايليوم، الجزئين اللي تحت ده اسمه بيوبس، والجزء التخين اسمه اسكيوم. اجين ايليوم بيوبس اسكيوم كلها على بعضها اسمها هيب بون، عظمه الحوض. الثلاث عظمات دول يجوا ونعرف نوع العظمه. العظمه دي لوحه كتف الاسكابيلا ونوعها فلات بون، فلات مبططه يعني. العظمه دي فقره من فقرات الظهر، دي اللامبر فيرتيبري ونوعها ايرريجولار غير منتظم. اخر عظم معايا هو العظم اللي هيعمل لي الفوت، وانا عندي نوعين. لو عظم الكعب الكالكينيوس والتارسال بون ده شورت بون، اما اللونج بون سواء ميتو تارسال او العقل بتاعت الصوابع ده نوعهم لونج بون. اجين يا شباب العظم ده الضخم ده شبه الزلطه كده الطوبه الكبيره، دول شورت بون. مشاط الرجلين او العقل لونج بون. اشمعنى؟ لان لونج بون معناها عظمه ليها شافت ونهايتين، حتى العقله الصغيره دي ليها شافت ونهايتين، مش معناها قصيره، معناها ليها شافت ونهايتين، يبقى لونج حتى لو حجمها صغير. يبقى دي لونج، واكيد الفيمر لونج بون. ليه؟ لانهم ليهم شافت ونهايتين. ده كده نوع. اخر عينه معايا يا ماندبل عظمه الفك يا سكول. يا ماندبل يا سكول.